شيابا وشيوخا، وحيكم تحية الإسلام والهياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالفضل إن شاء الله هي وصل كل إمكورنا للقواء الخيمة دار الفعل لا المؤمنين أفضل شارف من المباراة دار السمتاة دماغي تفاعلنا يعني أنت كانت تجاني مجهود أفضل شارف من المباراة قوى الخيمة اللي لن غير حرودا 17 لإسبوعين السنة وكنا بتعلانا الجمعية إيزونا لكتورة الثقافة الأمازيغية وبتعاون مع أبناء المنطقة إدويران وكتوبا سكساوا أتشرف أكرم واسف المال من المنطقة كل الحزن منطقة الحزن يعني الترام غصر ديال الهرم والحواش اللي كان يمسيس اللي كان وغاني على التعريف اللي كان بوسلام أم وليد منطقة إدويران إخوان ديال الالتفاتة اللي هي متواضعة اللي هي حق السيدات اللي كان يوفوا في بوتن يوسيسي ديران يفتير فن وحواس في المنطقة الحس غيد ويران الله مصودة ولا سيد المال ولا يمين تاني ولا أي تحادي يعني المنطقة الحس كامل هيا الرئيس كل إقليم جشوا إقليم الحس يعني الرئيس بإسلام سيدي اللي في كويسة المنطقة غيد ويران يزيد في الطريق 1953 غير فيض غير منطقة غيد واري إذا الزمن جماعة إيد ويران يقليم في الجنوب حيث مولد حيث مولد وغن إبداع المصاري تغيكي ليس كله بدا نتنا غوحواش على التمون الفراقي غوحواش على يعني 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 ولي هنا ولي هنا علومي القوة تلميذ استاذ ماشي تلميذ اول مره اللي غيعول حواس عول فيه واحد فيه وعلم وزي شي يعلم اسمح حواس طريقين صافي كلمه ها 83 طبعاني هو اللي فيه وعلم وري شي يعلم اسم الرئيس بسلام صلاه كتاب جا المسيره فنيه وكان الرئيس بسلام غيجي فينا الى غير التعريف لا درت الكره ديال فرقان سنه فرقين اخرى يزيد غير 1953 في المنطقة إيد ويران أدوار في غزة الجامعة إيد ويران وكان إن شاء الله وكان أرتمنا إن شاء الله في المعاد الثقافة الأمازيغية ويقولوا في التلفزيون الأمازيغي باش تشمل الاهتمام بالمنطقة الحزن كل شيء لان العدد الاعلامي العدد الضامي العدد الروي قد تمثلت الالتفاته في جهه لان الا بزاف يعني الاهمال في المنطقه الحسن بصفه عامه حيث الاهمال يعني اللي قلت العدد الضامي العدد الشعراء يعني العدد المتكلمين ولكن لا يوجد الاهمال انا نتمنى برنامج الثقافه الامازيغيه بالوزاره الوصيه باش اي اللي في المنطقه الحسن وخا لم تعدى الالتفاتات ولكن كانت دروس لان تبارك الله الا غير الحسن نفوت نتناها يعني نتضامنوا الروايح مسلمين ولا يعني علامين كل شيء ولكن خصني الاهتمام يعني في المنطقة الحزن لأن هي منطقة متأخرة غير الاهتمام مع الثقافة المغربية يعني كل الأمور يفتح كل غير السوس يعني كل الاهتمام المعاد ولا يعني الاهتمام كل شيء ولا يعني ديال الاهتمام السوس وفي حتى الكويت أنا غنغلب كل الناس في المغرب في المغرب ولا بين الأمور ونقصد لله الاهمال اللي حتى كل ضهي ديال النصيب لان ونفس هي الاهتمام هي درنا غتنسى هي انا زوج الالتفاتات هذا السنتي اللي عندنا اصبرني اللي نكوني اما اللي نكون هذا الاهتمام ونمشي نكوني اي درنا غتنهمش غنضرب غير مع الثقافه المغربيه تضرب الوزاره الوصيه باش غتشد الاهتمام الفنانات وصل بها كل التشكيك ما يساهم في الحفله من بعيد ولا من قريب كل شيء ما غادي يحضر كل شيء ام زميز ولا سيد المال ولا مزوده ولا سيد المال ولا المسيره ولا المسيره وكل هو ما غادي يحضر وانا نتو غنضرب هذا غسان اللي يحضر دعوانا ولا رتبنا كل شيء للجمهور الحاضر اللي كان الدعوه اللي تكون له مجهود هذا المثل اي اللي غدو الشان عمرت بالخمسيه صبيت بالسلام يعني حتى كان الالتفاته متواضعه وان شاء الله يفتح ان شاء الله الظروف باش نمشي ان شاء الله يوم المقبول كل شيء
لاتي لاتي عندنا ولا السير السلام عليكم اخوان ان شاء الله اخوان ان شاء الله الالتفات قدام الاخوان الالتفات قدام شعلاء غمس الحسين الف سي حتى انت ان شاء الله داش نسكن على الالتفات بغيت ابراهيم علمونا انت السي الحسين السي حمو كل غير كلهم هنا صرنا صرنا بقى عندنا صرنا ها القادر هذه غير ان شاء الله القادر خلي محمد يعني خلي شي مشان الروح هذا حي محمد غير من بعد اللي بدا لي الصحه اللي خصها تسجل لي ولا تسجل لي في بعد اي تخلي وفان كل ان شاء الله في يلا نبدا يلا نبدا شكرا التوفيق عشان ما استعد القادر مشكور قام غما خايب مشلان بيت بيت أربي أربي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعتذر لأنه شوية رح نزور علاقة الحال أولا بالنسبة للنوبة التعريفية وناصر عبد القادر المزداد ضاق مزداد 1957 دواري شوليد مشيخة تيت علي يقلي بيرو أمزميز انتو حساب صغير دميون كل شيء المهم التوفيق من الله أنه وفقنا الله تبارك وتعالى أن نكون الجمعية اللي قالت المجموعة اللي مارسن أمريكا الأمازيغي متمازيغ حوالي 12 سنة وما يقرب أو 15 سنة الجمعية تكون من الأفراد اللي كان أي التمازير كل لانجيس أي تواسيف المال أي تعلي أدراري عثمان على محل المحيط كله تجايا بتوفيق الله نسكن الجمعية أرسس انتقال الرحلات المحلية إلينا ويلي دي غي ساهمن اللي جانا سعيدة منزو سعيد سعيدة منزو اللي جانا العنصر المنسق اللي سكرنيته يت يعني بالحامة ينجر إدويران دايتون زميل أرن تسمر كم يغنم يدويران أرن سمون كله المنطقة يسكسوان ولا حتى ونزوت بما فيها دايتون زميل المنطقة لا كله يعني وفق ربي تبارك وتعالى منسق يعني بركة منسق سعيدة منزو المناقار نوري نسكر المناسبات والأفراح تحضر على كل حال الحمد لله يعني الجمعية سلهين دائما يعني جميع الأدوات نس أرمت ضرب حتى مثلي الزغائية التفاتة الإدارة المهنية الأمازيغية يات يعني النظر بالفرقة اللي يتمارس أماري يعني تهدم يعني التقليدي العريق مشاورين الثورة الأمازيغية وسيدي أركون تشكر حتى مهند اللي أغيت تشكر يعني أردي خطمون نراكيس حتى الاثنين أتساهم قدر المستطاع باش تبقى الفرقة غيات العناية يعني منظمة نتمنى الله تبارك وتعالى الخير باش تاتس المناسبة التكريم السي بوسلام فرح أرديس التحواش في عدة اللقاءات والمناسبات نجافوس غفوس واني استحقا على سنرفع المستوى التكريم استهلات انت ولا كل يتمتنا غاد اللي ان شاء الله اللي جاني قديما بالحرفة الى شي بدا اني هنا تعلمت 83 يلي وعلام لكبير الشهيد اللي جان معلم ابراهيم وناصر اللي مارسن تبتت عليه ان شاء الله
مارس التعليم حوالي 69 68 الى يومنا هذا سلوكان يواكب يعني الميدان يعني الرجالات اللي الحمد لله ولا السيد حسين الجنسي ولا السيد محمد ولا الاخوان كل لا داعيه لهذيك الاسماء اتنحفظ ربي اتنجي ربي غير هنا الجمهور هذا اللي حتى اللي حاضر اتنحفظ ربي جميعا اتنحفظ ربي سبحان ربي ربي عزت الهنا يا سكون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحاج الحاج عمر السلام عليكم ورحمة الله جمعية إيدوران الثقافة الأمازيغية أرجو كل الإشكاء من تحت أي فيران أمس ميز أسيت المال أرجو فروغة أيت هادي شيء سبيل في السيرنا أسيت المال أرجو دانيان الشوخر إحسان بزاف السي سعيد أنزو ولا أي أنزو كافة جميعا غادي تبارك الله تنكني كان اللي تحبون الثقافة الأمازيغية لأن الثقافة الأمازيغية سائر سائر فإذا به أرطور إذا السي مسلم يعني السي سعيد سعيد هذا كان في الكفاءة الطريق خمس دقائق وعند ذلك يقول لك الانسان كان ناشط في الثقافه الامازيغيه عرفت تعلم حوايج غادي وريت طازا دارنس يا ناس غرام الناس مذبا وخا يكوب وخا يقرش تبارك الله من دار الفنان ادويران 17 من تحت الدار البيضاء إلا ديتون أولا بنا قدما كاينو عمر أيت نصر عضو جمعية التكافؤ الاجتماعي يتساوى السيد ديال التنسيق مجلات الجمعية دغ كاسكاد عقل جيد مدمر الجمعية أنا نخليت كاع الدواء الأمراض الله يمشينا ويجيكم يعني تدعم الكاريت تدعم غير الميتا قيس سواء من بعد طول زمان الجمعية التكافؤ الطورات زايدة كل إقليم شي شواء والتوصيل أو الدعم والتوصيل 50% الكلينيكات الدار البيضاء مراكش خمس عرض زايدة رغدة زايدة كثير حيث ما تكون من نوم لا نتمنى لأن ولكن هذا الشيء القدر يدار كرا الحالة يبيت كرا الكلينيك ولا اللي تنسكن في الشركة الدار البيضاء ولا مراكش أرضو العوام 56% العملية من 8000 درهم رئاسة نسكر 7000 درهم ولا خلص البيضاء جزاك الله خيرا وان نريد دار سي بوسلام لان غير الفكره اما القصه ديال قوين من سي بوسلام ارتنا قصه سي بوسلام واش عندك سي بوسلام هذا نتمنى ان شاء الله كل ايتمات ان شاء الله ان شاء الله انت ما سي سعيد وقت ما لان الدوره دورا غير على مزي مستقبلا ان شاء الله وان ريس وان نوفانس باش تبارك الله تجيب كل الشيء خير سي حسين غني على التعريف ولا كل شيء اخوان الحمد لله نخدم سو يا انا دانا غير يتمنى غير ولنا نكملوا وقت نوفانس التكريم ولكن هذه تقمص بالشباب دور لهم هذا الشيء غير هذه يعني انا كتشجيع ماشي انت الثقافه الامازيغيه لان الثقافه الامازيغيه زوجت شويه يعني تقر شويه وراس بين المسؤولين الاهميه ولكن خصها تنتيغراتنا انا في القيمه يقراتنا لان مسؤولون في الثقافه وراس بين ما فيه الكفايه بكل صراحه ولكن خصها غير كتسنى سعد الخالق انا كنقول زوجي سكساوان جبيران اسف المال منطقه الحوس كله اقصى ارقى قوس بوليس كيف
كل الحمد لله ديال تشام صغات من تانوت صغات دار بيضاء منطقه ارتمون منها صله الرحيم منها صله الرحيم منها هضر مشتيجن شن كراس الله يجازيكم بخير. المهم السي سعيد الشهاده التقديريه السي مسلم وقع ماشي شهاده متواضع الشهاده التقديريه يد الهادية بسيطة ماشي يعني غير بسيطة بالنسبة لسي بوسلام تاع لوبار هذه غير من المحبين حواج الثقافة الأمازيغية نكرم سي بوسلام كاهدا ياك كنشجع لأن يعلم فائدة به لأنه راه يعلم ان شاء الله.